كيف كان تعاملك مع حماده هلال المخرج؟ انتوا ككرو كيف كنتوا بتتعاملوا؟ كيف كانت الكيمياء بينكم؟ بص انا بحب حماده هلال من الاول خالص يعني، وحصل بيني وبينه لما جينا اتصورنا كان كيمياء كده ظريفه على مستوى الكوميديا، هتلاقيها حتى باينه في المشاهد. اكرم فاروق مخرج حلو جدا ومخرج قدامه مستقبل، اول تجربه ليه، بس لا يعني هو على مستوى الصوره على مستوى الكادرات على مستوى رؤيته للفيلم لا مخرج كويس. محمد انت كسرت الدنيا في رمضان الماضي بمسلسل عفريت علام، يعني كيف رصدت ردود افعال الجمهور؟ والله الحمد لله رب العالمين، ده كرم من عند ربنا يعني الحمد لله، والدور كان جديد عليا غير اللي عملته السنه اللي فاتت. يعني تجربتي مع الزعيم السنه اللي قبل اللي فاتت كانت مامون وشركاء وكان محامي وبنضاره وبتاع، السنه دي كان مختلف ومع الزعيم برضو، وكان الدور بلطجي واقرع وفاهم وبيحشش وبتاع والكلام ده كله، والحمد لله رب العالمين اعتبر يعني من الممثلين المحظوظين ان انا شارك لتاني مره مع الزعيم، والزعيم طبعا مشاركه معايا استفاده من الدرجه الاولى، لان انت واقف قدام ميجا ستار او ظاهره طبيعيه لن تتكرر مره اخرى، 50 سنه نجم يعني. سرايا عابدين او سرايا حامدين، سرايا حامدين لوين وصلت فيه؟ والله بقى فيلم فاضل له بالظبط 3 ايام او يومين يعني. بالنسبة لفيلم خير وبركة مع علي ربيع. علي ربيع وتوتا دي برضو مشاركة كانت جديدة عليا. دور سواق تاكس بيساعد الأبطال في إن هم يتخلصوا من مشكلة هم عملوها.